صافي وممتع، والطبيعة العذراء، والماء الذي يتدفق فيه استمرار، أمور لا يمكن أن تجتمع إلا في ولمس. في الطريق نحو استيفاد ما على بعد 10 كيلومتر، وفعلا المشهد هنا رائع، والإنسان يستمتع بأجواء المياه العذبة الصافية والأشجار الخضراء طوال السنة، والمياه باردة والجو فعلا رائع، والمقاهي تنتشر في والماس في الأسفل هنا. وإذا حاولنا تتبع هذه المساهد، أولا الوادي ينطلق دائما ولا تنقطع فيه المياه، والأشجار دائما تزين المكان، خاصة هنا الصفصاف، وفي الأعلى عاريات الهضور خاصة العرعار. وخرير المياه يسمع في هذا المكان الرائع. نحن تقريبا على بعد أمتار من والمس، وتظهر هناك المقاهي وتلك القناطر التي يمكن منها العبور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى والعكس. المشاهد رائعة فعلا، وكلما وجدنا الصفصاف يعني أن المياه متوفرة عذبة، ولله الحمد. مكان رائع جدا وممتع وجميل. يا سلام.